السلام عليكم، معكم باج الكترو سلام. كيف العادة دائما احسن الاثمنة. كما قلت لكم الاخوان في الفيديو السابق على البوفا 2، يعني الهواتف شهدوا واحد التغيير في الاثمنة، ولكن الاخوان يعني مع الكترو سلام الناس غيبقاو مشبعين، غيوصلك البرودوي ديالك باحسن المواصفات باقل ثمن. اليوم عاوتاني الاخوان عندنا برودويات جداد بثمن مزيان، واحد المواصفات يعني اللي يستاهلوا داك الثمن. دونك كنعطيك المواصفات ونعطيك احسن ثمن في هذوك المواصفات. الشركه اللي معنا اليوم شركه ديال انفينيكس. بزاف الاخوان يعني كيسمع شركه ديال انفينيكس كيتخيل واحد الرام ومعالج ناقص. لا خويا، انفينيكس يعني طوروا من راسهم، خدموا على راسهم، ولو كيعطيونا برودويات بمعالجات مزيانين، ستوكاج مزيان، تيب سي، فاست شارج، بكاع داكشي اللي بغيتي وباحسن ثمن. نشوفوا الاخوان البرودويات اللي عندنا اليوم مع الاثمنه ديالهم. اول برودوي عندنا شنو هو؟ انفينيكس هوت 11. كيجينا بروسيسور، اول حاجه كندوي عليها هي البروسيسور هيليو جي 70. دونك هذا الالعاب الاستعمال العادي، تليفون زوين. نشوفوا الديزاين ديالو كي داير، شوفوا الشكل ديالو، هذا اشمن لون، هذا موف، هذا موف، هذا ويف. حلو هذا اللون، هذا زوين. هاو الاخوان الناس كيبغيو يشوفوا الديزاين ديال التليفون، يعني ما عندوش فرصه باش يتحلي التليفون فاش غيكون عند مول التليفونات ولا شي حاجه. شوف معنا هنا الديزاين، لون واعر الاخوان. شوف معايا الديزاين بعدا كيدير عاد نهضروا. ديزاين صراحه زوين للاشاره الاخوان. هذا الهاتف احسن بزاف من الازيرو 3 اس. الناس اللي كيبغوا الازيرو 3 اس، هذا راه احسن لك بزاف من الازيرو 3 اس. الازيرو 3 اس راه معالج الاخوان ميت. هذا عندك الهيليو جي 70، عندك تيب سي، يعني كيتشارج بتيب سي، 64 جيجا، 4 جيجا في الرام، بثمن ديال 1450 درهم. دونك الاخوان التليفون منافس في الفئه السعريه ديالك. ثلاثة الكاميرات فلاش و لونخان. شنو تيجينا معاه؟ كيجينا معاه البوشيطة ديالو، شارجور، الكابل تيب سي، و ليزيكوتور. متافقين الإخوان. بالنسبة للبطارية، الناس اللي غيسولو على الباتري، راه عندك 5200 ميلي أمبير، هاهي. عندك 6.6 في الحجم ديال الشاشة ديالو، فول اتش دي بلس. وركز ليا على المعالج ديما، ركز ليا على المعالج. دونك هذا الإخوان قلنا 1450. الناس اللي يبغيو تليفون للالعاب ولا الاستعمال العادي يكون خفيف، الاختيار الاول الثمن ديال 1450 درهم. الاختيار الثاني عندنا الهوت 11 اس. الهوت 11 اس هو هذا، كيجينا ب 128 جيجا، هو كيجينا ب 128 جيجا و 4 جيجا في الرام، بروسيسور ديال الريدمي 10، الهيليو جي 88، كيجينا ب 5000 ميلي امبير، 60 ميجا بيكسل في الكاميرا، كاميرا في زوينه الاخوان صراحه. نحلو حتى هو، نشوفو الديزاين ديالو كيداير. ملي ما شتيش اخويا راه ما غاديش يبان لك التليفون، ضروري تشوف. ها هو نحلو. كذلك الهوت 11 اس ديجا معروف، كاميرا ديالو كيجيونا على التشكيل هذا، ديزاين زوين. هذا كيجينا فاست شارج ديال 18 واط، 90 هرتز تردد ديال الشاشه. هذا الاخوان الشركه ديال انفينيكس كتعطيك معاه كيت اوريجينال، القيمه ديالو تقريبا شي 200 درهم. المهم هذا التليفون كامل تيبقى ب 1750 درهم. دونك الاخوان 1750 درهم، هاد المواصفات مع هاد الكيت بلوتوث، بونافير الاخوان، اختيار مزيان، 1750 درهم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو تليفون للاستعمال العادي باقل ثمن، كاليتي زوينه، ليكرون تكون كبيره ويشد ليهم لاشارج مزيان، وستوكاج بطبيعه الحال. كاين عندنا انفينيكس سمارت 6 بجوج النسخ، نسخة فيها 64 3 جيجا في الرام، ونسخة فيها 32 و 2 جيجا في الرام. ها هي كيجينا ب اتش دي بلس 6.6. نشوفوا الديزاين ديالو كيداير، هو اللون الاسود. ها هو الاخوان، ثلاثه الكاميرات فلاش لون بخان، 5000 ميلي امبير، وهذا الديزاين ديالو. تليفون الاخوان يعني الاستعمال العادي زوين، المعالج ديالو من نوع اينوسوك. هاد المعالج اللي في التليفون الاخوان ما غاديش يلعبك الالعاب بكاليتي طالعه، هذا الاستعمال العادي فقط. الثمن ديال 32 جيجا 2 جيجا في الرام 1089 درهم. دونك عندك 5000 في الباتري، 16 ميجا بيكسل، 13 ميجا بيكسل و 8 ميجا بيكسل في السيلفي. الناس اللي غيبغيو ستوكاج اكثر تاخذ النسخه اللي فيها 64 و 3 جيجا في الرام، زايده ب 200 درهم 1289 درهم. نفس الديزاين، نفس كل شيء، نفس المواصفات، مغيره 3 جيجا في الرام وزيد في ستوكاج. هذا ما كان الاخوان يعني كما ذكرت في الاول، يعني غنحاولوا الاخوان ديما، واخا تغيروا الاثمنه ديال الهواتف، غنحاولوا نوفروا لكم
احسن مواصفات باقل ثمن. هذا ممكن الاخوان تبارك الله عليكم.